اجتمعنا اليوم عشان نستمع لفنانة غير عادية، كنداكة. كنداكة حقيقية، يعني غامرت واجتهدت وحفرت على الصخر عشان تصل للمكان اللي هي وصلت، رغم انه في البدايات في ناس ما بتفهم في الغنى، معلش قالوا لا لا تصلحي. كانت عنيدة ومؤمنة بموهبتها لغاية ما اكتسحت وتربعت وصارت الكروانة. لما تدندن للكبار بتؤمن وتجزم انه فعلا هي من طينتهم، ولما تدندن للصغار بتجدهم بيتحلقوا حولها كالفراش. في طيلة مسيرتها ما لجأت للهابط عشان تكون مشهورة وعشان تتسلغ النجومية بسهولة، لا، حاربت وظلت انها تبحث عن اجمل الكلمات عشان تكون في يوم من الايام فنانة يشار لها بالبيان والبنان ايضا، عفوا. ووجود اليوم بيننا خير مثال لذلك. احنا اصحابه في الوسط بنحبها بنقول لها كوكي، لكن جمهورها بيقول لها منو؟ ما سامع. اذا تحيه كبيره للفنانه الجميله واللي اصرينا انه نبتدي ليالي ابو مرين من الفنانات، اول فنانه او صوت نسائي يبتدي هذه الليالي كانت هي، لانها تستحق ذلك بجداره. رحبوا معاي بالفنانه الجميله مكارم بشير. اهلا مكارم، انت بتتالغ اليوم بالاسود والدرس الجميل والاطلالات المتالغه والمختلفه في كل اطلاله، ومرحب بك في اول اطلاله ليك ومشاركه ليك في ابو مرين. سهام عمر، انا سعيده بك شديد اول شيء، وانا سعيده انه انت اول زوله ظهرت معاها في التلفزيون. ويمكن اكون سهام انا قبل ما اعرفها اخترتها انها هي تسجل الحلقه معي، كان خدت لي مذيعه ثانيه، انا قلت لهم لا عايزه سهام عمر، مع انه ما لقيتها. فبحب دائما انا اتعامل مع الناس اللي بكونوا يعني مهما كان مقامهم هم بكونوا بسيطين. يعني انا سعيده بالكلام الجميل ده والوفاء من ديدنك اكيد، وشكرا لك، وانت زوله ما سهله، واكيد انا لو ما واثقه انك في يوم من الايام حتكوني في الموقع ده. الحمد لله انه كنت في البدايات عندي توقع معك. الجمهور الجميل ده دائما بيحتفي بيك، جديدك شنو اليوم عشان تقدمي اليوم؟ وبتوعديه دائما بينتظر اطلالاتك، خاصه انك بتختفي لفتره وبتصهري، ليه؟ اول شيء انا مجهزه عملين خاصين ان شاء الله ينالوا اعجابكم، ده غير عواز الريد طبعا اللي هي طلعت مؤخرا. واكيد انا ما بحب اطلع طوالي اعمال جديده، وما بحب اطلع، بنتقل حاجات، حتى برجع للقديم دائما عشان اقدر احافظ عليه، يعني رينج معين من الاداء، من الاحساس، وبراعي للاذواق دائما. ده ما معناه انه ما بحب اغني اي غنى، لكن برضه في حاجات انا ما بحب اغنيها. اتمنى انه الحاجات تكون قدري ذوقكم الرفيع. اكيد اكيد، تكفي اطلالتك وتفضل المسرح لك. شكرا لك. معقول تجي وما تقول سلام؟ معقول يطلب لنا الخصام؟ الاغنيه دي جماعه كلمات الشاعر الشابه زوبع عثمان من مناطق القضارف، والحان الموسيقار عازف الاكورديون الطاهر احمد طاهر. معليش. معقول تجي وما تقول سلام؟ معقول يطلب لنا الخصام؟ تجي وما تقول يطلب، تجي وما تقول سلام؟ معقول يطلب لنا الخصام؟ معقول تجي وما يطلب لنا الخصام؟ لما الحنين الشايل ليلتك مجرد بس بي
شفتي ما بتقول سلام معقول تجي وما تقول سلام معقول طلب من الخصام رغم الحنين الشايل الأمر أنت مجرد بس
السخين
مشوق بحبه أنا غير أحبابي غير أحبابي حطام أنا دون أحبابي بكل أحباب ليالي أبو مرين من جديد. لازلنا في هذه الليلة التي تحييها طبعا الكروانة مكارم بشير والتي اتسمت بالضيوف المحبوبين والإطلالاتهم جميلة. يكفي أنه ضيفي الآن طبعا دكتور المشاعر قبل أن يكون دكتور الأطفال وقبل أن يكون ذلك الدكتور الذي يعمل مشرته في كل تفاصيل الألم في المجتمع بكل تفاصيله الدقيقة والكبيرة. دكتور أحمد فرح شادول اللي دائما إطلالته بتسعدنا إطلالته لينا عيد لوحدها كده. أنا سعيدة باصطيادك مرة تانية واليوم يوم مختلف مكارم وأبو مرين ودكتور شادول. يا مرحبا. أولا مرحبا شكرا أستاذ سهام وتحية للمشاهدين والمتابعين الكرام وإن شاء الله تكون أمسية سعيدة وحلوة بإذن الله. هي فعلا أنا سعيدة والحاجة أنه ألتقي بك تاني في أبو مرين في ليالي أبو مرين وسعيد جدا أنه الليلة ذاتها تكون ليلة مميزة فيها مكارم وسعيد جدا لأخونا وصديقنا كمال أبو مرين أنه أحيا هذه الليالي وعادت بعد الوقفة بتاعت الكورونا الطويلة. ليالي مهمة جدا للترويح عن النفس ولخلق بيئة يعني جميلة ومريحة تساعد على الـ على الـ على الإنتاج يعني بإذن الله. أنت مقيل في ارتيادك للمنتديات وكذا، فكونك تكون يعني ضيف ونجم دائم في ليالي أبو مرين أكيد يعني حبيت الأجواء اللي بيميز ليالي أبو مرين عن الليالي الأخرى. أولا الموقع طبعا موقع جميل جدا يعني ومستوى بتاع النظافة مستوى بتاع الحضور بتاع الناس. بعدين الاختيار بتاع أبو مرين للفنانين اختيار جميل جدا يعني دائما ذوقه رفيع وبيجتهد كثير جدا بحيث انه يجيب ناس الواحد فعلا يجي يقعد ويستمتع وهو بيستمع لهم يعني
يعني المرة فاتت أنا حضرتها الليلة عمل الأستاذ الكبير محمد الأمين، والليلة برضو مع مكارم. فبفتكر إنه الاختيار ده حاجة مهمة جدا، والموقع برضو مهم جدا، المكان مهيئ تهيئة سمحة جدا، وكل الرواد بتاعين الموقع برضو ناس راقين جدا، وفي هدوء وفي انضباط وفي تنظيم كويس جدا، وده طبعا بيساعد انه الواحد يجي مثل هذا، يعني ما في فوضى، ما في جوطة، ما في حاجات مرتبة، فدي بتساهم كثير جدا في انه الواحد ما يتردد في انه يجي. يعني نحن سعيدين بوجودك الدائم معانا اكيد، والليلة الجميلة دي بتستاهل انه نحيي مشاهد قناة الهلال بالجديد منك او ما تختاره. اولا برضو دار اشكر مكارم، يعني انا افتكر انها برضو من الاصوات الجميلة الرائعة اللي يعني قدمت شغل جميل جدا في الفترة الفاتت، وما زال امام الكثير، وان شاء الله يعني ندعمها كمان في انها تقدم اعمالها الخاصة بنفس القوة بنفس الجمال يعني. لكن هي من الناس المبدعين ومن الاصوات القوية السمحة جدا، وانا يعني أبارك لها نجاحها وأقول لها يلا بعد كده اجتهادك كمان في الخاص بتاعك عشان تخلدي زي ما خلدوا الناس الزمان يعني. وليك ولمشاهدي الهلال بقول سائلين عليك كل العباد، الجونة منك والمشو ويوماتي، سيرتك أحلى زاد ليزول غيابك أوحشو، يتنسم الأخبار عليك مسيرة ساكت تنعشو، سائلين عليك قمر السما دل من جمالك فتنته، الله يرعن النجوم شال من ملامحك نضرته، يتهادى ما بين الغيوم بهرة جمالك طلعته، سائلينه ليه طال الغياب وين البنحشك طلته، لا رد لا جايب خبر أشواقنا وين ما وصلته، هانت سنين الود عليه ولا المشاغل نسته، شائلين عليك شوق العيون لو لينا سمعوا أنصتوا، يا شوق سرى وما شاف ورا لا من عيونك نادته، وريه يا شوقنا الهوى وشارك عيوننا الرادته، وقول ليه لو طال الغياب ما زلنا راجين عودته، طارينا ولا غياب سنين غير ملامحه وقصته، وليه في الأفراح نصيب بيجي يوم وياخد قسمته، سائلين عليك كل العباد. على طول سألين عليك كل العباد وكل الجمال وكل إطلالاتك الحلوة، وما تبخل علينا بها. شكرا جزيلا، إن شاء الله أكون معكم بانتظام بإذن الله. شكرا شكرا. بكل هذا الجمال ننتقل إلى المسرح وإلى الكروانة من جديد، ومن ثم نتواصل، ابقوا معنا.
وجبت وشد خيل وللمغارة من يديا خيل وليل مغارة.
الحبيب سافر بعيد لمدرسته وين الحبيب ما ودعته سافر بعيد لخلافه أنا عقلي سافر وراه أي سافر بعيد يا
يا هلا بكم متواصلين من ليالي أبو مرين ومن حفل الكروانة مكارم بشير ومن الضيوف اللي استطتهم خبيرة الجمال وملكة الجمال لقيناه بتنير الليلة اليوم واستأذنتها في أنه نأخذ منها يعني بعض الإفادات أو الرشيدة أو بيقولوا إيه يعني إرشادات لكل الكنداكات اللي بيكونوا متابعين لهم من بتابعوا ليالي أبو مرين. دكتورة مياد الصاوي اسم الشهير في عالم الجمال أضفتي على الأمسية كل جمال اليوم، شكرا لحضورك. تسلمي أهلا مرحبا بك سهام، أنا سعيدة جدا الليلة معاكي وبكل الحضور الأنيق وليالي أبو مرين وغناة الهلال ومرحبا بك. تسلمي. بترتادي منتديات عامة ولا بس ليالي أبو مرين، واللي لفت نظرك في الاختلاف في ليالي أبو مرين؟ المكان السمح، الحتة الفسحة، الهواء اللطيف وحضورك أكيد طبعاً سهام يديك العافية. ما ممكن نسيبك إلا نستغلك يعني البشرة والجمال والجديد في هذا العالم وكل السيدات الموجودات الآن بتابعونا، لو من غير ما أسألك ما حيخلوني. طيب لما نتكلم عن البشرة بنتكلم عن الروتين اليومي للبشرة، يعني البشرة هي المرآة لما نتناوله، يعني أول حاجة المويه الكثير، الغذاء المتكامل، الفيتامينات، حتى لو ما في فيتامينات مكمل غذائي، العناية بالروتين اليومي، غسول من ما بنطلع في الشمس لازم واقي شمس، الغسول على حسب نوع البشرة، إذا كان بشرة دهنية إذا كان جافة مختلطة على حسب نوع البشرة، أنت بتشوفي الروتين حقك البشرة والشعر. وعندك شايفة إعلانات كثيرة جدا في أشياء جديدة وكذا، مواكبة اللي بيميزك عن الأخريات إنك دائما مواكبة، بدل ما الواحدة تسافر وتصرف مبلغ وغدره لكن بالسودان بتقدر تعمل كل حاجة. يعني أهلا مرحبا، أنا في مجمع التنعيم الطبي في جامعة السودان الجنوبي،
في كل جلسات، يعني التجاعيد، البشرة الشاحبة، حتى المشاكل كريمات البوتيكات، الحمار الوجه، يعني كل المشاكل في البشرة إن شاء الله عندها العلاج. والشعر كمان من تساقط لصلع، حتى زراعة الشعر عندنا. نحن دائما بندعو للجمال في قناة الهلال وفي ليالي أبو مرين، فلذلك دائما ضيوفنا ناس مختصين بالجمال وناس جميلين هم في كل حاجاتهم. فلك سيدتي نصائح مجانية. وسعيدة مرة تانية بحضورك وتشريفك، أتمنى دائما نجيك أو نشاهدك وجهي جميل في ليالي أبو مرين. مرحب مرحب بك سهام، ومرحب بكل مشاهدي قناة الهلال. تسلمي، كتر خيرك علي تحت الفرصة ليدي. تسلم. إذا لازلنا نتواصل من هذه الأمسيات مع الكروانة إلى المسرح ومزيد من الاستمتاع. في بحور الشام سافر سافر، ذابي نظرة ابتسامة، يوم أشوفك أبقى
سحره الليل القطر يا هلال سحره 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 الليل القطر يا هلال سحره سحره والبان المال صدوني مشاهدي وأحباب ليالي أبو مرين على فضائية الهلال فضائية الجمال، لازلنا متواصلين معكم من حفل الكروانة مكارم بشير، ويجب أن نصطاد في هذه اللحظة أبو النجوم. كثير من النجوم طبعا بتوقيعه ولجوا لدنيا النجومية وعالم الغناء والفن، ووجوده في هذه الأمسية لوحدها يعني أو لوحد هذا الوجود كان ملفت للأنظار، خاصة إنه يعني معظم الفنانين اللي مروا لم نجد زي في عنصرية كده دائما لبناته لأولاده ما شاهدنا إطلالته، لكن في كل الأحوال إطلالته بالنسبة لنا عيد وبتسعدنا جدا. أستاذ الإعلامي والملحن والفنان الرائع جدا وما خفي كان أعظم الأستاذ أحمد المك، نورت الأمسية وازدادت ألغ بوجودك. مرحب بك يا سام يعني زودتها شوية كده يعني حقك الحق حق كتر خيرك. الحقيقة أمسيات أبو مرين مميزة بصراحة، مميزة جدا جدا، والرأي يعني كتر خير عمل لنا دعوة طيبة جدا.
أنا وصديقي العزيز الأستاذ إسحاق الحلنجي موجود. حركت لي المفاجأة. وفعلا المفاجأة. لكن طبعا يعني انتقاؤه للموقع وانتقاؤه للمطربين اللي بيغنوا والفرق الموسيقية بشكل جميل زي ما شايفه يعني، ولا الديكور يعني جدير بأنه الناس تجيه مرتاحة جدا جدا، وجدير بأن الناس تكون بثقة كاملة إنها تقعد في حتة جميلة محترمة خالص خالص. وقطعا قطعا مكارم بشير طبعا لما تكون في يوم زي ده بيكون يعني في قلق زيادة أكيد، وكل يعني في مطربين كتار لما يصلوا حتة زي دي القلق بيكون أكتر. فيعني أيامه حلوة وجميلة جدا جدا، وهو راجل فنان جدا، هو مال شخصيا يعني ظريف جدا وفنان، والفن واضح في التنسيق الحاصل للبرنامج والفنانين اللي بيختارهم والفرقة الموسيقية وشكل الفرقة الموسيقية والحضور شكله جميل، التفاعل زي ما شفتي مع 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 مكارم بشكل رائع جدا جدا. ما في شك دي ليالي يعني محتاج لها، محتاج لها يزول. الجديد حصريا. الجديد لمكارم يعني قصدك ولا الجديد؟ لا. والله بما انه مكارم هي غايدة هذا الركب الليلة، ما عندنا جديد معها انا وحلنجي. يعني المطلع بتاع بقول مسافر وين مخليني، خايف وراك يشيلني الموج، يشيلني بعيد يوديني. رهيبة. حلوة. دايما موجك رهيب. بيشيلنا لدنيا الجمال. سعدنا بوجودك وإن شاء الله دايما نشاهدك. شكرا جزيلا، كثر خيرك. شكرا. أمسية طيبة إن شاء الله يا رب بوجودك. إذن إلى المسرح مرة أخرى، خليكم معنا. اسمعنا نطلب من الله.
القصور شالهم بيت عبور زيفة الجبال ما ضفتوا من اللوم رمد الجبال لهم نجر سنو الحاج والشريك طار المنام منه سيف سيفة الفجر قلع قلع We'll be right back.
الأشواق وأنا الأشواق وأنا الأشواق وأنا الأشواق وأنا وحفت به وحفت به الذكرى
لكل الأحباب اللي انضموا لمتابعتنا في ليالي أبو مرين وحفل الفنان الكروانة مكارم بشير نجم هذه الأمسية وضيف شرف هذه الأمسية، هو رئيس جمهورية وأفضل جمهورية وأغلى جمهورية وأعظم جمهورية، طبعا جمهورية الحب. لا يوجد من الكبار أو الصغار من هو نجح وأصبح نجم إلا كان عنده أغنية بتوقيع منه. هو طبعا ما عايز أقول مكتشف النجوم، لكن هو اللي دايما خلف كل النجوم اسمه يكفي، أستاذ إسحاق الحلنجي. سعيدنا جدا بأنه يكون موجود في هذه الأمسية ويجمل لياليها. ربنا يمتعك بالصحة والعافية. طمنا عليك أول حاجة، أنت كنت بعافية شوية وكل جمهورك وكل الشعب السوداني حب يتمين على صحتك. الله يبارك فيك ويسلمك إن شاء الله يا سهام. والله أنا صراحة سعيد جدا جدا أني أقضي أمسية كده بين الأحباب، وبالذات ليالي أبو مرين لها قيمة خاصة عندي، يعني لأنه أنا أي إنسان يتعامل مع الفنون ويتعامل مع الإبداع ويديه الخاطر الحلو بيعتبر في نفسي في جواي كده عزيز. وأتمنى المسارح السودانية كلها يعني تلقى الإقبال وتلقى الحضور الجميل، لأنه عادة الأسهار ما بتفتح في أرض مالحة، دائما بتفتح في الأرض الطيبة، الأرض النظيفة، الأرض الحلوة. وخاصة أن احنا من الله ما خلقنا يعني في الدنيا دي من أجمل الناس. والشعب السوداني الميزة بتاعته أنه من الشعوب اللي بتتنفسون وبتتكلمون وبتتناجون، والغنى كده هو أنا في رأيي إضاءة جمالية في الحياة، يعني لو نحن مسكنا بها كنا عملنا من كل رصاصة وردة بيضاء، وأيامنا إن شاء الله كلها تكون حلوة وجميلة بتشبهنا يعني. وما في سما في الدنيا دي ما مرت عليه غيوم يعني، وبتمر الغيوم وبعدها تنغشى بإذن الله. هو الحلنجي وكلماته المفعمة بالحب وبالأمل وبالجمال، وصعب إنك تحاول تجاريه في كلماته. فربنا يمتعك بالصحة والعافية، ورغم الظروف الاقتصادية الحاصلة من نشاهد ليالي زي ليالي أبو مرين أكيد بنحس أنه بكرة أحلى. الناس لسه عايزة تنبسط وعانين كثير، الشعب السوداني شعب جميل ما بنستاهل اللي بنعاني منه، لكن أملنا في بكرة كبير وبالفنون بنصل للمرحلة دي للآمال اللي احنا عاوزينها، ولا يا رأيك؟ لا أنا متفق معك والله في الكلام ده، ومؤمن تماما أنه الفن هو اللي بيصنع دواخل الإنسان، وهو اللي بيسقط الشرور في الدواخل. يعني أنا مرة أتذكر بيتكلم معايا كان أستاذ أظنه في معهد الموسيقى اسمه أوشان، مستر أوشان، فبيقول لي كان بيستغرب إنه أطفالنا ما بيتعلموا موسيقى، فقال لي الغريب نحن عندنا أطفالنا يعني في كوريا يعني ممكن الطفل ما يجتاز كل المواد بنعالجها إلا مادة الموسيقى، إذا ما مشى فيها صح ما بنعتمده طالب ناجح، لأن الموسيقى قليل بتعمل إسقاط للدواء للأوحال في النفوس، وبتعمل إشراغات في الدواخل بتسقط أي شيء ممكن يؤدي إلى ضباب. وده بيوضح هم ليه صانوا حضارتهم وليه أصبحت حضاراتهم محفوظة. لا. مكارم بشير، التحية للأستاذ كابلي والدكتور كابلي، ربنا يمتعه بالصحة والعافية كمان ونتمين عليه وإن شاء الله في الفترة دي هو كان بعافية شوية. مكارم بشير لها وقع خاص، أستاذ الحلنجي هو أبو كل النجوم ومكتشف كل النجوم ويعني من كبارهم كبار الهرم زي ما بقوله، لكن وجودك في هذه الأمسية أكيد بضيف للفنانة مكارم، وأكيد هو كريديت في مسيرتك كونك تحضر حفلة وتجي عشان الدعوة تبعها وكذا. فإيه اللي بيميز مكارم عن كل الفنانات الأخريات؟ أول حاجة بتميز كرم مكارم اختيار للغنى، اختيار الصياد الماهر للجواهر، يعني هي يعني بتختار غنى بيشبه وغنى رسالي، غنى مضامينه رفيعة، غنى بيدعو للفرح وبيدعو للجمال وبيدعو لتجميل الدنيا.
تعاون جاي؟ أنا هي في تعاون جاي إن شاء الله، حيكون مفاجأة للناس. حتى علي أنا عاوزة الحصري. لا والله في تعاون، في تعاون بينه وبين أحمد المك في أغنية جديدة حليوة كده. وأنا هست صراحة مكارم غنت دوري دوري اللي هي من كلماتي وكده، وتصدق الأغنية دي رجعتني يمكن لحوالي 40 سنة، يعني اختصرت زمن كده رجعتني لكسلة. هي أغنية كتبت في كسلة على رمل الطريق من بيتنا، من بيتنا دينا، بتديك الإحساس بكسلة طوالي، فغنتها كده بإحساس عالي جدا جدا، وأداني شعور إنه مكارم فنانة كبيرة. يعني ممكن مكارم لو لقت الملحن المبدع والشاعر المبدع ممكن تكون نجمة النجوم إن شاء الله. هي نجمة تستحق كل خير، وأنا ما بمل من الكلام، أو مش ما بمل، ما بشبع، وما في حد بيشبع من حديثك ومن كلماتك، وربنا يديك الصحة والعافية. وختاما رسالة لكل الشعب السوداني اللي بيحشق كل ما تقول وبينتظر كل ما تقول، كيف لا وأنت مصدر الحب ومنبع الجمال والإلهام في حياتنا. أنا مرة سألني واحد من الأخوان قال لي يا حلنجي يا أخي، أنت برغم المدة الطويلة اللي أنت مشيت في السكك حلوة دي يعني، ومشيتنا معاك، يعني كنا بنأمل إنه الدولة كده تديك حق من التقدير. قلت له أنا طالما بيقدرني الشعب السوداني أمشي صيدلية، يعني ليه صيدلية؟ يقول لي لا، أنا ما بأخذ منك فلوس، أنا الدولة من أقدمه لك بس الرب العالمين، وأنا بسلمك الدولة دي إنك تكون بخير، لأنك أنت جملت أيامنا وفرحتنا. وأمشي أي مؤسسة، أي وزارة، أي مكان، بلقى منهم حب كبير وصغير. وده بالمناسبة هو يا سهام العزب بالنسبة لي أنا، يعني في أني فتحت كده وردة في كل بيت سوداني، وبتمنى أنه ربنا كده يمد في الأيام وأفرح الشعب السوداني، أشيل كده من فرح شوية وأديه عشان أنور أي شمعة أحس بها حزينة، أديها دفقة فرح، وأديها عمر أطول، وأديها ابتسامة زي ابتسامتكم وأنتم بتقدموا الحفلة الحلوة ده. تسلم وتظل ابتسامتك الأجمل، وأنت منبع الابتسامة، وعشان كده أنت رئيس جمهورية. في العالم كله ما في رئيس جمهورية للحب سواك، ده لقبك له الشعب السوداني والجمهور وكل محبيك، وعشان أنت بتستحق أكيد يعني اللي أعطيته ما شوية، وحتظل ملك في كل الغلوب. كل رئيس في العالم يحلم إنه يكون مكانك، أنت رئيس حقيقي، فرئيس الحب هو الرئيس الحقيقي في هذه الحياة. صعب إنك تختم ختام مع أستاذ حلنجي أو تحاول تجاري في المفردات أو في الكلام، لكن تكفينا منه هذه اللحظات. وبكل هذا الجمال ننتقل مرة أخرى لكروانة الليلة مكارم بشير، فإلى المسرح. Thank you.
أنا دمعنا
مشتاق
يا هلا بكم من جديد في ليالي أبو مرين وفي حفل الكروانة مكارم بشير كوكي. أجواء أكثر من رائعة وتبدح كالمعتاد مكارم أكيد وتتسلطن، ولمحت من بين الضيوف الفنان الشاب اللي عامل ضجة في السوشيال ميديا هذه الأيام بكليباته وقادم من الخارج ومن الإمارات العربية المتحدة تحديدا من أبو ظبي، واشتهر هناك بين الشباب بأنه بيغير في أغنيات الحقيبة في التوزيع الموسيقي بصورة مواكبة، فبالتالي عمل جماهيرية كبيرة جدا. وبعده عن الوطن أنا ما عارفة هل هو خصم عليه أو أنه يأتي من خلال السوشيال ميديا ويقدم لنا الجمهور هو كريدت بالنسبة له، ولكن في كل الأحوال هو من الناس اللي منورة الليالي دي. مرحبا بك في السودان الشاب ضياء، وجميل أنه فنان يحضر لزميل. تسلم يا أستاذ سهام، مرحب بك ومرحب بكل الجمهور الجميل ومرحب بقناة الهلال، ومساء الخير عليكم جميعا. المفاجأة دي أنه جيت السودان، لكن عرفت أنه كان عندك حفل جماهير أيضا في منتدى الراكوبة وكسر الدنيا كأول حفل جماهيري لك. إحساسك وانت بتنجح يعني من أول حفل في السودان، خاصة أنك في السودان يعني ما عملت قاعدة من بدري؟ والله طبعا الغربة بتخصم كثير من الفنان، لكن لازم الفنان يتواصل كثير مع الجمهور عشان ما يغيب من الساحة، ودائما يكون متواجد بأغنياته بحفلاته بكده. إن شاء الله ربنا يقدرنا يعني نكون متواصلين دائما مع الجمهور ونكون خفيفين الظل عليهم إن شاء الله. يعني أنا لاحظت أنه علاقتك مع معظم الفنانين والفنانات الشباب جيدة جدا. مكارم اليوم اخترت تحضر حفلة. والله طبعا أستاذة مكارم يعني من الأصوات النسائية السودانية الجميلة جدا اللي الواحد يعني بينطرب لها وكده، ف أنا الليلة صراحة جاي كمستمع يعني جاي انطرب يعني الأستاذة، يعني مع أنه أنا شايفة في شباب من الورا الفانزي تبعك بيقول لي أستاذة لازم الأستاذة يطلع المسرح ولازم نسمع حاجة، فجميل أنه تجد تبعك في كل مكان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشاركها وإن شاء الله نلبي رغبات الجمهور إن شاء الله. توعدنا بحفل في ليالي أبو مرين قريبا؟ قريب والله إن شاء الله إن شاء الله، أكيد أكيد معكم. إذا إجازة سعيدة. شكرا جزيلا، تسلمين. شكرا شكرا تسلم. شكرا الشاب ضياء، وشكرا لكل اللي تابعونا من خلال هذه المساحة وشايف الفرقة في المسرح، فإلى هناك. ولا يوحدي المرض.
الزلال عندي هو لي وحدي الزلال عندي يا ضياء لي وحدي هو لي وحدي بس انتو مالكم وانا مالي ومالي مالي ومالي بس حالي رسلوا لي دحين
عملك ما طرز للبنيان وللبنين ولا والله رضا يا ولدي تنشال في الليدين انا كثر السلالين انا كنت برسل لك في
إذن أحباب قناة الهلال الفضائية في كل مكان، كانت هذه هي ليلتنا اليوم من ليالي أبو مرهن مع الفنانة مكارم بشير. شاهدنا دموع ولواعج وأشواق وناس بتدعى في الذكريات وحديث طيب من ناس جميلة جملت حياتنا بالكلمات وباللحن وبالمعنى وبالحضور الجميل من خلال السهرة وجمهور أروع ما يكون ما يميز ليالي أبو مرين. أكيد هذا التنظيم العالي وهذه الأجواء العائلية التي تسمح بأن تكون العائلة دائما حاضرة هنا، وحيثما كان الجمال كانت قناة الهلال. إذن في كل هذه الليالي الجميلة حنوقع فقط تابعونا وكونوا دوما على الموعد.